أهلا بكم في بانوراما هذا اليوم وجولة جديدة على الأخبار. قد تنتقل البلاد في الساعات المقبلة من توقيت شتوي إلى صيفي، لكن تغييرا وقتيا كهذا لن يعود على اقتصاد إسرائيل إلا بالفائدة. هذا الاقتصاد الذي يدفع نحو تهميش الأفراد وسياسات الفقر والإفقار لحساب حيتان المال وأسياده الذين يقتنصون الفرص لاستغلال العمال مهما اجتهدوا ورفعوا من نسبة إنجازهم. إلى أبرز ملفاتنا: تخوفات في جهاز الصحة من انتشار شلل الأطفال بعد تشخيص حالات وانخفاض نسب التطعيم. إسرائيل تستعد للانتقال إلى التوقيت الصيفي الذي سيوفر على اقتصادها 300 مليون شيكل. ودائرة الإحصاء المركزية تنشر تقريراً يشير إلى أن أكثر من 23% من أعضاء الهيئة التدريسية تركوا جهاز التعليم. أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدري أبو بكر أن قادة الحركة الأسيرة علقوا إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي كان من المقرر الشروع به يوم الجمعة 25 من آذار بعد انتفاضتهم لشهر ونصف والاتفاق بتلبية مطالبهم. وأكد رئيس الهيئة أن الحركة الأسيرة بصمودها ووحدتها استطاعت أن تلقن الاحتلال درساً حقيقياً برسالة واضحة بأن المساس بأي أسير هو مساس بالحركة الأسيرة بكل فصائلها وتنظيماتها. دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إلى أوسع مشاركة في إحياء الذكرى 46 ليوم الأرض الخالد في المهرجانين المركزيين، الأول الذي سيقام يوم السبت القريب في قرية سعوة مسلوبة الاعتراف في النقب الساعة 3 عصرا، والثاني في قرية ديرحنة في يوم الذكرى الموافق 30 من آذار الجاري. أما برنامج إحياء الذكرى في البطوف فقد أقرت السلطات المحلية في البطوف واللجان الشعبية وطاقم سكرتاريا لجنة المتابعة أن تنطلق المسيرة من مدينة سخنين من شارع الشهداء عند الساعة 2:30 عصرا لتلتحم نحو الساعة 4 مع مسيرة مدينة عرابي عند النصب التذكاري ولتكمل المسيرة حتى ديرحنة ليقام المهرجان المركزي في الساعة 5 مساء. للحديث عن ذلك ينضم إلي السيد منصور دهامشي سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. مساء الخير أستاذ منصور. إذن بعد المشاورات أقرت لجنة المتابعة عمليا الفعاليات والنشاطات لإحياء الذكرى 46، ما هي الترتيبات الجارية وأبرز النشاطات التي ستقام؟ أهلا وسهلا، مساء النور اختفاف وجميع المشاهدين. نعم، كما ذكرت فإن إحياء الذكرى تم اتخاذ القرار بإقامة النشاطات في النقب وفي الجليل في مثلث يوم الأرض الخالد منطقة البطوف، طبعا بالإضافة إلى زيارة الأضرحة، أضرحة الشهداء التي تقوم بها كل بلدة على انفراد في نفس اليوم، ووضع الأكاليل الزهور على الشهداء، شهداء يوم الأرض. ولذلك هناك برنامج يعني متواصل ابتداء من يوم السبت حتى يوم الذكرى نفسها 30 آذار في منطقة البطوط، وعليه سيتم أيضا الدعوة في كثير من البلدات إلى ندوات وإلى لقاءات يعني استعادة الذكرى ولتخليد هذه الذكرى العظيمة على أبناء شعبنا التي فعلا فطرت تاريخا مشرفا بتاريخ شعبنا الفلسطيني في البلاد من خلال النضال والكفاح والدفاع عن الأرض والمسكن والثبات في أرض الآباء والأجداد. وبهذه الطريقة فقط استطعنا تحقيق المكاسب وال يعني الحقوق المشروعة لأبناء شعبنا الشعب الأصلاني في هذه البلاد، و
وهكذا سنستمر في النضال من أجل الثبات والاستمرار في المحافظة على بقائنا وعلى أرضنا وعلى تراب الوطن. نعم سيد منصور، أحداث سياسية كثيرة مرت هذا العام، وربما تحديات المواطنين العرب في البلاد يعني لا تقل مع مرور السنوات بكل ما يتعلق بشكل خاص بقضايا الأرض والهوية. بالتالي ما هي أهمية المشاركة وأهمية أيضا حلول الذكرى هذه السنة على وجه الخصوص؟ واضح جدا أن هذه الذكرى يعني الآن تمر ضمن أو خلال الهجمة الشرسة للحكومة على أرضنا في النقب وعلى أهلنا وشعبنا، شعبنا الذين نعتز بهم ونرفع رأسنا بهم في النقب في صمودهم وكفاحهم ونضالهم من أجل البقاء والاستمرار، والمطالبة أيضا في الاعتراف بالقرى الغير معترف فيها في منطقة النقب. وللمفارقة يعني ترين أن إسرائيل تقرر إقامة 10 بلدات جديدة لليهود فقط ولا تعترف بالبلدات القائمة منذ عشرات السنين بل مئات السنين في النقب، ولذلك يعني اتخذنا هذا القرار بأن نرسل رسالة واضحة لأهلنا أولا وللحكومة وللعالم أجمع بأن النقب يعاني من تمييز عنصري فاشي ومن هجمة خطيرة جدا على ما تبقى من الأرض والبلدات الغير معترف فيها في النقب والتي تستحق الاعتراف وتستحق الاحترام وتستحق أن تأخذ كافة يعني البنى التحتية المحرومة منها بسبب سياسة العنصرية والفاشية الإسرائيلية. ولذلك كانت رسالتنا في هذه السنة هو إحياء يوم الأرض الخالد في النقب أولا وقبل كل شيء، وسيتم الدعوة وتمت الدعوة بالفعل لإحياء الذكرى يوم السبت القريب تمام الساعة 3 في بلدة سعوة مسلوبة الاعتراف من أجل إحياء هذه الذكرى ومن أجل إرسال رسالة واضحة بأننا متمسكون في أرضنا وفي بلادنا في النقب أولا ومن ثم في كل بلدة وبلدة وكل بقعة من بقاع فلسطين التاريخية بأننا باقون هنا مهما كلف الأمر من يعني تقديم الغالي والنفيس من أجل المحافظة على أرضنا وبقائنا وكرامتنا في أرض الآباء والأجداد. شكرا لك سيد منصور دهامشي سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. أطلقت وزارة الصحة حملة واسعة لاستكمال تطعيم الأطفال ضد فيروس بوليو أو شلل الأطفال، وذلك في أعقاب الكشف عن إصابات جديدة في مناطق متفرقة بأنحاء البلاد. يأتي ذلك فيما أظهرت المعطيات الأخيرة تسجيل انخفاض ملحوظ في نسب التطعيمات الروتينية لدى الأطفال، ويشمل ذلك التطعيمات المضادة لليرقان، التهاب السحايا، تيتانوس، السعال الديكي وشلل الأطفال. تقرير رمح مفيد. فيروس شلل الأطفال يعود بعد غياب طال 30 عاما ليثير مخاوف وزارة الصحة في إسرائيل، إذ كشفت اليوم الوزارة عن أن عدد الأطفال المصابين بالفيروس ارتفع ليصبح 4 أطفال إصابتهم مؤكدة، 3 من بينهم لا يعانون من أعراض. وبعد مرور أكثر من أسبوعين على اكتشاف الحالة الأولى في مدينة القدس، تتضاعف الشكوك بأن الطفلة المصابة والتي تبلغ من العمر 4 أعوام ستعاني من شلل دائم. ورغم أن حالتها تعتبر نادرة، إلا أن السبب الرئيس هو عدم تطعيمها. فيروس معروف منذ القدم يسبب التهاب في غشاء المخ ويؤثر على ضعف في عضلات الجسم وخاصة عضلات الأرجل. كما كشفت عينات الفحص الأولى لثلاثة أطفال آخرين إصابتهم بالفيروس دون ظهور أعراض عليهم، وتؤكد وزارة الصحة أن الأطفال 7 تبين أنهم لم يحصلوا على تطعيم. ونحن في البلاد بنشوف أكثر شيء عند المدينين اليهود المدينين أكثر شيء، لأنه معظمهم ما بيأمنوا في التطعيمات، فأكثر شيء منتشر عندهم. وفي المجتمعات اللي ما بعطوا تطعيمات، يعني أي ناس ما بعطوا أولادهم تطعيمات بتلاقي ممكن يتواجد عندهم، والكل معرض، يعني فيش عند جماعة أكتر من جماعة تانية. الجماعات اللي بتعطي التطعيمات والناس الأمهات اللي بتحافظوا إنه أولادها يأخذوا التطعيمات كما يجب حسب قوانين وزارة الصحة واللوائح تاع وزارة الصحة،
بيحموا أولادهم دائما من هذا الفيروس. الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة والسلطات المحلية في شبكات الصرف الصحي وجدت آثار للفيروس في مياه الصرف الصحية في كل من مدينة طبرية وبيت شامش والقدس والأحياء المحيطة بها. وفي حملة التطعيمات التي بدأتها وزارة الصحة تطعم قرابة 15 طفلا في مراكز العناية بالأم والطفل والعيادات الطبية، كما تدرس وزارة الصحة إتاحة التطعيم للأطفال حتى عمر 10 سنوات. وينتشر عدد كبير من الأطفال غير المتطعمين في أحياء الحريديم الذين يمتنع بعضهم عن التطعيم لأسباب دينية. وللحديث عن مخاطر ذلك على الأطفال وأيضا خطورة اتساع نسب الإصابات ينضم إلي دكتور أمير علامي المختص في طب الأطفال وأيضا نائب مدير مستشفى الناصرة الإنجليزي. مساء الخير دكتور أمير. بداية، لماذا هنالك انخفاض في يعني الإقبال على إعطاء الأطفال هذه التطعيمات؟ الحديث عن تطعيمات هامة جدا مثل تيتانوس وشلل الأطفال وأيضا التهاب السحايا. مساء الخير، عفاف لك لجميع المشاهدين والمشاهدات. للاسف فتره السنتين اللي كانت عندنا هن فترات اللي جدا 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 صعبه. الفتره هاي كان فيها اغلاقات، كان فيها اشخاص الموجودين في الحجر الصحي، بالاضافه لكل خربطه البرنامج تبع الطفل والام وتسكير بعض المراكز الصحيات اللي كانت موجوده في البلاد. كل هذا ادى للاسف الشديد الى تاخير في اعطاء التطعيمات بالوقت المناسب، ولما رجعت الحياه لمجاريها ما كان في مواكبه شديده من قبل الاهل حتى يرجعوا ياخذوا التطعيمات للاشخاص اللي رجعوا عليها، ناهيك عن الاشخاص اللي هن ما بيامنوا بالتطعيمات يعني من الاول، هن ما بتوجهوا للمراكز التطعيم، وكل الجدل الدائر حول التطعيمات في العالم حول فيروس الكورونا، كل هذا أدى إلى شكوك للأسف الشديد اللي ما فيش لها ولا أياتها أساس علمي. إحنا بنحكي عن تطعيمات موجودة من سنين كتير كبيرة، تطعيمات اللي هي أدت إلى اختفاء الوباء تبع البوليو 30 سنة كاملات، وايضا التهابات او التهابات اخرى او فيروسات اخرى اللي موجود لها مثل الالتهاب الكبدي، احنا نحكي عن مرض السحايا اللي هو مرض اللي بيكون مميت جدا. للاسف الشديد كل هاي التطعيمات موجوده وانبحثت على مدار سنين طويله وهي امنه وهي بتنعطى للاشخاص للاطفال بالاساس حتى نقدر نحميهم من اي يعني مكروه ممكن يصيبهم. واحنا بنحكي عن امراض اللي هي امراض ممكن تؤدي لالتهابات خطيره ولعوارض صحيه طويله الامد مثل الشلل، وللاسف في بعض الحالات مثل السحايا مثل الموت. هذا هو الوقت اليوم انه كل شخص وكل اهل جداد كان في عندهم تطعيمات في السنتين الاخرانيات يفحصوا كرت الصحيه، يتوجهوا لطبيبهم الخاص او يتوجهوا لمراكز الصحيه حتى يفحصوا شو التطعيمات اللي لازم يكملوها ويستكملوها وشو البرنامج حتى يتم اعاده جدوله. نعم. عمليا التطعيمات، لانه في ناس اللي يمكن تاخرت وصلها اشهر مش ماخذه التطعيم اللي لازم تاخذه. نعم دكتور امير، نحن نعلم انه هاي التطعيمات على وجه الخصوص يعني تعطى في مرحله عمريه معينه، واحيانا التوصيات تكون في يعني فتره زمنيه ربما يعني في شهور معينه يجب اعطائها للاطفال. والسؤال، هل يمكن الآن لمن لم يعطي أطفاله هذه التطعيمات أن يستكمل هذا المسار؟ يعني هل ستكون ناجعة إن تلقوها في تأخير معين؟ بالفعل في بروتوكولات جاهزة لكل تأخير ممكن يصير. في كتير أولاد لأسباب صحية معينة أو سفر أو أيتها عارض معين اللي كان بمنعهم أن يأخذوا التطعيمات في الوقت، عمليا هن بيقدروا يتوجهوا لمراكز التطعيم في الصحيات حتى يتم إعادة برمجة وجدولة التطعيمات حتى يقدروا يأخذوها. جزء من التطعيمات هي بتنعطى كتطعيمات مع فيروسات ثانيه او مع يعني مضادات لامور اخرى، ممكن كمان هاي الفيروسات او المضادات تتاخذ لحال اذا توفرت ايضا في الصحيات، ولكن كل هذا مطلوب من جميع الاهل ان يتوجهوا حتى يقدروا يعرفوا برنامج التطعيم الجديد الناقص عليهم ويقدروا يعيدوا برمجته، لانه مهم جدا انه في هاي اللحظه مع انتشار وللاسف الشديد احنا مش عم نتعلم من اخطائنا في السنتين الاخرانيات، الانتشار تبع فيروس الكورونا ورجعنا قديش ممكن اي فيروس اللي هو احنا مش شايفينه يقدر يغير حياتنا كلياتنا، مش ناقصنا اوبئه، وبالذات فيروس البوليو معروف انه ل 1% من الاشخاص اللي بنصاب فيه ممكن يصير في عندهم شلل دائم ومزمن، هذا الشيء مؤسف جدا، يعني من كل 100 ولد ممكن ينصاب في هذا الفيروس، واحد منهم ممكن يكون في عنده شلل دائم ومشكله صحيه مزمنه اللي ممكن ترافقه كل العمر، واحنا عارفين اليوم في تطعيمين متوفرات، تطعيم اللي هو مع فيروس اللي هو ميت اللي بنعطى على 4 وجبات، وفيروس اللي هو
مضاعف تحت نيجي نقول او تم اضعافه في مخبريا اللي بنعطى على وجبتين، حتى نقدر احنا مش بس نحمي حالنا من المرض، نحمي كمان انتقاله لاشخاص ثانيين. هاي امور اللي احنا بنعرفها، توجهوا واسالوا، مش عيب الواحد يسال ويستفسر، اي طبيب ممكن يجي يوجه لك المعلومات الصحيحه عشان تقدر انت تعرف بالضبط شو تعمل. ومش بالصدفه في عندنا اكثر من 15,000 متطعم في الدوله بمجرد كان في معرفه لانه في فيروس اللي هو عم بيرجع. فالتوعيه هي شيء جدا مهم، واللي عم نقوم فيه اليوم عندكم عبر قناه المساواه هو شيء جدا مهم. وبتامل انه كل اهل بيسمعونا اليوم يتوجه، اللي بعده مش مطعم اولاده يتوجه لطبيبه ولمراكز صحيه حتى يسالوا الاشخاص الصح وياخذوا التطعيم بالوقت الصح. هذا ما نامله. دكتور امير، صدر تحذير ايضا من قبل جمعيه اطباء الاطفال التي يعني عمليا حذرت من مخاطر عدم اعطاء الاطفال هذه التطعيمات، ولكن بشكل خاص ايضا حذرت من انخفاض المناعه ضد التهاب الكبد الفيروسي من النوع A. لماذا هذا القلق تحديدا؟ لانه عمليا عدد الاشخاص اللي اخذوا التطعيم اقل ب 4% تقريبا حسب الاحصاءات الاخيره من ايش كانوا ياخذوه في السنوات السابقه. يعني عمليا اذا احنا بنحكي عن مرض السحايا، بنحكي عن مرض الاتش اي في اللي هو الفيروس الكبدي بالاساس اللي ممكن ينتقل للاسف عن طريق البراز عند الاطفال الصغار، وايضا بنحكي عن البوليو وايضا عن الكورونا. احنا بنحكي عن 4 أوبئة اللي ممكن ترجع تنشر، ممكن يصير فيها طفرات جديده، اللي ممكن التطعيمات الحاليه كمان ممكن ما ترجع تفيدنا اذا بيطلع عندنا طفرات جديده اللي بحاجه انه نعطيها تطعيمات اللي هي تطعيمات اضافيه. باللحظه اللي احنا بنخرج من مرحله السيطره على الوباء بشكل عالمي او بشكل محلي، هون عم نحكي طبعا في البلاد، ممكن نوصل لنتائج اللي احنا بغينا عنها واحنا محافظين عليها صرنا اكثر من سنوات او عشرات السنين مخفيه، واحنا ما بنسمعش فيها غير حالات جدا 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 بسيطه اللي ما بتؤدي لانتشار واسع. ولكن اليوم لما نحكي عن انتشار لهذا الفيروس موجود في ميه المياه المجاري، عم نحكي انه موجود في اكثر من بيت، احنا مش عم نعرف بانو بيت هو موجود. كل الاطفال المصابين هن اطفال اللي مش مطعمين، عشان هيك احنا صعب نعرف بالضبط وين الوباء موجود وصعب انه نقدر نمنع انتشاره. وبتامل انه الحاله اللي اكتشفناها في الدوله مع العارض النادر اللي هو الشلل الاطفال حسب كيف يعني اخر الوضع الصحي اللي اخذنا عنه عن الطفل اللي هي 4 سنوات، بتامل انه ما يكونش في كمان طفل، لانه احنا بغنى عن هذا الشيء وعندنا الامكانيه انه نمنعه بشكل حالي واني. وهي واجبنا احنا كاطباء نتوجه للجمهور، وايضا انتم كاعلام نتوجه للجمهور عبر منبركم انه نفسر انه قديش اهميه التطعيمات اليوم. تطعيم الكورونا حكينا عنه كثير، بس لسه في تطعيمات اللي اساسيه اللي كل بالذات البيت العربي تقريبا 100% من الاشخاص بطعمه، فيش ولا اي سبب اليوم لاي اهل خلفوا ولد بدموع عينيهم ما يحصلوا على التطعيمات اللي بياخذوها دائما. وكمان في للاسف في بيوت اللي الابن الاكبر اخذ بابن الثاني او الثالث بعد مش ماخذ، فيش سبب بالمره انه ما ياخذش. على امل ان تصل هذه المناشده للجميع لاهميه هذا الموضوع. دكتور امير علامي المختص في طب الاطفال ونائب مدير مستشفى الناصره الانجليزي، شكرا جزيلا لك على هذه الايضاحات. يبدأ العمل بموجب التوقيت الصيفي للعام الجاري في تمام الساعة 2 من فجر يوم غد الجمعة الموافق 25 من آذار مارس الجاري، حيث سيتم تحريك عقارب الساعة 1 إلى الأمام، ويستمر العمل بموجب التوقيت الصيفي هذا العام لغاية 30 من شهر تشرين أول أكتوبر القادم. وفي أعقاب الانتقال إلى التوقيت الصيفي، تبين من فحص أجراه قسم الاقتصاد في اتحاد أرباب الصناعة بأن الفائدة الاقتصادية من التوقيت الصيفي للاقتصاد بأكمله تصل إلى حوالي 300 مليون شيكل. تقرير مجد دانيال. رغم أن حالة الطقس والأجواء شديدة البرودة والمطر الغزير لا توحي باقتراب فصل الصيف، إلا أن العمل بالتوقيت الصيفي يدخل حيز التنفيذ في 25 من شهر آذار الجاري، وفي تمام الساعة 2 فجر يوم الجمعة يتم إزاحة عقارب الساعة بمقدار ساعة كاملة لتصبح الساعة 3. وهنا يطرح كثيرون ومنهم المواطنون العرب عدة تساؤلات حول الفائدة من هذه العملية. الأحلى منها في الصبح تبلش تشوف هيك الشمس والشروق مش غمة الله العالم عم بتفيق شوي، بس تشوف الشروق وكمان مليحة للمصالح، يعني لما انت بتعوق الساعة بتعتم كمان شوي اكثر متأخر،
عاد المصالح بتضلها شغالة بدل مع الخمسة العالم تعتم وتبلش تروع بيوتها، بضل في نور وتشتري ومصالح شغالة. ويبدو أن عملية تقديم الساعة تعود بفائدة اقتصادية كبيرة، حيث تظهر معطيات اتحاد أرباب الصناعة بأن الانتقال إلى التوقيت الصيفي سوف يوفر على الاقتصاد الإسرائيلي مئات ملايين الشواكل. فأولا في عندنا توفير في الطاقة، وثانيا في عندنا رفع في الإنتاجية، وثالثا ارتفاع الاستهلاك، الناس بتطلع بتشتري أكثر عندما بيكون في ساعات ضوء، وهذا بيرفع الاستهلاك 15%. في عندنا توفير حوالي 50 مليون شيكل في استعمال الطاقة. وإذا أخذنا المعطيات للعام 2021 نشرتها اتحاد أرباب الصناعة، كان في توفير للاقتصاد الإسرائيلي 400 مليون شيكل. ولا تقتصر الفائدة على المجتمع الإسرائيلي وحسب، بل تعود أيضا على أبناء المجتمع العربي لعوامل عديدة. الفائدة من هذا الموضوع خاصة للمجتمع العربي، وأقول لك لماذا؟ لأن المجتمع العربي معروف أنه نسبتنا حوالي 20% في السكان في هذه الدولة، ولكن نسبتنا في حوادث الطرق هي حوالي 40%. فأولا ساعات ضوء إضافية تمنع كثير من حوادث الطرق وتعطي نوع حتى من جودة الحياة. وأيضا إذا أخذنا العامل العربي فهو يعمل أساسا بساعات ضوء أكثر، وممكن أن يرفع ذلك من الإنتاجية، من أرباح الشركات في المجتمع العربي، من كل هذه الأمور الاقتصادية التي تعود بالفائدة. ويبقى السؤال المطروح، لماذا لا تستمر إسرائيل بالعمل وفقا للتوقيت الصيفي طيلة العام كما تجري العادة في معظم الدول الأوروبية؟ إلا أن الإجابة على هذا السؤال تكمن بالاعتبارات الدينية لدى المتدينين اليهود وارتباطها بساعات دخول وخروج يوم السبت. والحديث عن تأثير الانتقال إلى التوقيت الصيفي وتأثيره أيضا على الاقتصاد العربي على وجه الخصوص، ينضم إلي دكتور محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد أرباب الصناعة. مساء الخير دكتور محمد. قمتم بإجراء يعني فحص بهذا الشأن، أظهر أنه تأثير الانتقال إلى التوقيت الصيفي يؤثر على الاقتصاد بأكمله بقيمة 300 مليون شيكل عمليا، يعني كيف من شأن هذا التغيير بالتوقيت أن يؤثر على الاقتصاد بهذه المبالغ؟ زي ما سمعنا وزي ما حكينا من قبل خلال المنشور اللي احنا اطلعناه من الحسابات اللي تمت عن طريق القسم الاقتصادي في اتحاد ارباب الصناعه، راح يكون توفير، بس توفير بسيط اللي هو بدون بس تغيير ساعه واحده 60 مليون شيكل بس بالانفاق للكهرباء، وكمان 240 مليون شيكل دخل اضافي للشركات والمصانع. واللي لاحظناه كمان بشكل كبير مهم، بما انه الاقتصاد العربي والصناعات العربيه هي قسم صغير من دائرة الاقتصاد الإسرائيلي، ولكن بنفس الوقت هي راح تستفيد فائدة كبيرة نسبة 30%، يعني لحديث 100 مليون شيكل راح يعود ودخل مباشر للاقتصاد والصناعات العربية. إذن هذا بالنسبة للاقتصاد العربي. والسؤال دكتور محمد أيضا، يعني هنالك بطبيعة الحال عدة عوامل التي تؤثر على ذلك، يعني بخصوص المجتمع العربي هل تتغير هذه العوامل؟ ربما يعني أنماط الاستهلاك إن كان للكهرباء أو يعني أنماط استهلاك أخرى تتغير في المجتمع العربي، كيف تنظرون إلى ذلك؟ وهل ذلك يؤثر أيضا على يعني هذا الجانب الإيجابي من التغيير بالتوقيت؟ تغيير من التوقيت راح يوفر بنسبة 15% خلال السنة الأولى بس بعدم تغيير الساعة وثباتها إنها تكون الساعات حسب التوقيت الصيفي، بما معناه إنه خلال يوم العمل بيكون يوم أطول أو يوم نهار أطول، وبنفس الوقت بيكون عندنا تغيير أساسي بالنسبة للمشتريات والقدرة الشرائية. والإضافة إلى ذلك، بما إنه أغلب المصانع العربية الموجودة في البلاد هي مصانع تعتمد على قوة العاملة، أي صناعات اللي تعتمد على عدد العمال ووجودها في الصناعة والفائدة تبعتها، فخلال ساعات النهار بتكون الإيجابيات تبعت العمال أفضل بكثير، ولكن الإنتاجية رح تكون
لها فرق كبير على الصناعات. في هذا السياق أيضا دكتور رون تومر وهو رئيس مجلس رئاسة أرباب العمل ورئيس اتحاد أرباب الصناعة أيضا قال أنه بسبب هذه الفوائد الاقتصادية التي طبعا تتأثر بشكل كبير في فترة التوقيت الصيفي نطالب الحكومة بتطبيقه طوال العام. السؤال دكتور محمد، هل تعتقد أنه يعني فقط لأجل هذه الفروقات الاقتصادية ربما سيكون هنالك تجاوب مع هذا المطلب؟ بعتقد انه بعد سنتين من صعوبات اقتصاديه اللي مرت في العالم كلياته وبالاسواق المحليه خاصه، انه هاي المره الحكومه عندها اذان صاغي اكثر انه تطلع عليها وتحاول توازنها زي ما طالبنا. كمان اذا نطلع على كل الدوائر خلال السنه الاخيره وبعد خروجنا من سنتين كورونا وصعوبات في الاقتصاد والصناعات، احنا عم نطالب كثير نقاط اللي ممكن يتحسن كرجال اعمال. الفائده اللي احنا بنحسبها هي بسيطه، فائدة للمصانع هي زيادة عمال، زيادة أقل بطالة وزيادة إنتاج، بالآخر هذا ضرائب للدولة. فالحسابات بسيطة جدا، ولكن الحكومة تحاول توازن بين السياسي والانتخابات لبين الفوائد الاقتصادية المجبورة تكون للمواطنين. وبالمناسبة أيضا وزارة الصحة يعني تحدثت عن هذا الموضوع وقالت أنه يعني استمرار التوقيت الصيفي أيضا يؤثر إيجابا على صحة المواطنين على المستوى الجسدي والنفسي. دكتور، هل برأيك يعني وعلى الرغم من أنه يعني التوقيت الصيفي كما تشير المعطيات يعني يأتي بالجوانب الإيجابية على المستوى الاقتصادي بشكل تلقائي، ولكن هل يجب أن يكون هنالك ربما ترشيد معين للاستهلاك في هذه الفترة لكي يعني يجني أصحاب المصالح أو أرباب الصناعة أيضا دعنا نقول فوائد إضافية؟ حاليا الصعوبات الموجودة كمان الصناعات المحلية عم بتنافس الصناعات المستوردة مثل الأسواق اللي بتكون أيدي عاملة أرخص فيها مثل تركيا والصين. الصناعات العربية تحديدا مضطرة تنافس مرتين، رح تنافس الصناعات الإسرائيلية الموجودة بنفس الوقت تنافس الصناعات المستوردة. فخلال هاي السنتين اللي احنا شفناها مع اغلاق العالم، شفنا انه احنا مضطرين يكون لكل دوله الصناعات المحليه تبعتها، لانه كان صعوبات استيراد كثير مواد للخطه الطبيه، اوكي، اللي هي الاساسيه كانت صعبه. فاليوم كل دوله لازم يكون عندها اعتماد صناعات محليه ودعمها. حاليا اللي احنا بنشوفه اقل دعم من الدوله للصناعات هاي، واحنا عم بنطالب انه بشكل إجباري تكون هذه الصناعات مدعومة، وتقليل المنافسة بالنسبة للاستيراد الفقر لهذه الصناعات. شكرا لك على هذه الإيضاحات دكتور محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد أرباب الصناعة. صنفت إسرائيل في المرتبة التاسعة في مؤشر السعادة العالمي السنوي الذي ترعاه الأمم المتحدة، وهي أعلى مرتبة تصلها مقارنة بالأعوام السابقة، حيث حلت في المرتبة 12 في العام الماضي والرابع عشر في عام 2020. هذا واعتبرت فنلندا البلد الأسعد في العالم للعام الخامس على التوالي وفق تقرير السعادة العالمي الذي يستند على تقييم الناس لسعادتهم فضلا عن معطيات اقتصادية واجتماعية. تقرير سماح وتد. يتخبط المواطنون عند سؤالهم عن شعورهم بالسعادة، لا سيما هنا في الشارع العربي، فإن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتوالية تحول دون ذلك. منظمة الأمم المتحدة في تقريرها السنوي لمؤشر السعادة أدرجت إسرائيل في المكان التاسع بعد السويد والنرويج، ليطرح السؤال أين المجتمع العربي من هذا التصنيف؟ السعادة هي الصحة. الصحة بهدات البال، مش كل الناس بتحسيها سعيدة، مش كل الناس بتحسيها حزينة يعني. الجو العام إنه الناس اللي عايشة فيه الجو الكورونا والوضع الاقتصادي وكل ما الأسعار عم تغلى واللي عنده عيال واللي عنده أولاد، الأشياء صار صعب يعني. المرة بتركض والزلمة بيركض والولد بيركض، بتحسي حالك من بعدك بنفس النمط عايشة فيه يعني. لا قدرت تقدم له قدام ولا ترجع لورا. هاي كل واحد يعني هو بايده، فهمت علي؟ هو اللي بيجيب السعاده للانسان، هو منه يعني شخصيا، فهمت علي؟ يعني الانسان لازم يعيش على قده، اذا بده يعيش اكثر من اللازم بصير عليه ضغوطات وبصير زي ما بقول مثل على قد فراشك مد جريك. لا اكيد لا، لانه الظروف الماديه والاقتصاديه كثير اثرت على الناس.
من العنف والأخبار اللي مش حلوة اللي بنسمعها كتير أثرت على الناس وخلتهم إنه ما يوصلوش للسعادة اللي بدهم إياها. سعادة إنه كأنه بيكون بعيش بمخافة الله تعالى وبيحترم الآخر، بيكون هو بشعر بالسعادة. بعدين العطاء كان بيقدر إنه يساعد واحد محتاج، هاد كمان بعطيه سعادة، هو بيعمل السعادة لنفسه. أنا كل واحد بيحكي على عناف تاعه، على الشغل تاعه. أنا كتاكسي شوفير تاكسي طول النهار تنعمل 100-120 شيكل 150 شيكل لمين ومين، غالي الصرار، غالي رغيف الفلافل 18 شيكل، منقوش 6 شيكل، لمين؟ مشان ايه؟ شو الحياة تعبانة، فيش حد بيضحك عمي، إذا واحد بتلقيه بيضحك أو بيضحك عليك، فيش الناس تعبانة. مساعدة الغرباء هي أكثر المحاور التي ترددت في هذا التقرير، فهو ما يجعل سكان الدول الإسكندنافية يشعرون بالسعادة. فما الذي يجعل مواطني دولة تحتل شعبا آخرا وتميز ضد فئات كثيرة فيها وتعيش حروبا وعدم استقرار سياسي وأزمات أخرى، ما الذي يجعلهم يشعرون بالسعادة بالحياة اليومية، خاصة مثلا في مع كل ما يتعلق في تطور العنف، انتشار العنف، هذا بيعطينا شعور بعدم الأمان. يعني السعادة في المقياس في المؤشر العالمي مش بالضبط بيقيس هاي الأمور البسيطة اللي هي مهمة جدا. مؤشر السعادة العالمي هو بالفعل بيقيس السعادة، يعني في جوانب معينة عديدة ما بيتم التطرق لإلها، فهي جانب واحد. جانب آخر، احنا بدنا نيجي ناخذ في المعدل العام، يعني في أمور بالحياة اليومية اللي هي بتشد كأنه احنا غير سعيدين، هاي واحد. يعني مثلا وسائل الإعلام، المشاكل اليومية وإلى آخره، ولكن في أمور عديدة بتشدنا، بتعبر عن سعادتنا، يعني أو بتخلينا سعيدين من دون ما احنا ننتبه لها. يعني مثلا مثال على ذلك، إنه معروف إنه الإنسان لما هو بتبرع، بيعطي، بيساعد الآخرين، هو الاحتمال الكبير إنه يكون سعيد أكثر. وإحنا في عطاء في مجتمعنا، صح يمكن مش كيف إحنا بدنا، ولكن موجود. لما إحنا بنعتني بأهالينا، بنعتني بأجدادنا، بنعتني بآخرين وإلى آخرين. بالنظر إلى القضايا التي تؤخذ بعين الاعتبار في تقرير مؤشر السعادة كمتوسط الحياة الصحية والفساد المتدني والثقة الاجتماعية، يمكن التنبؤ بنتائجه في حال أجريت على المواطنين العرب الذين يعانون من تمييز صارخ في كل هذه المحاور كما تقول الأبحاث في السنوات الأخيرة. وعن هذا الموضوع ينضم إلي دكتور زياد خطيب، أخصائي نفسي علاجي وتربوي. مساء الخير دكتور زياد. إذن يعني بالحديث عن مؤشر السعادة دكتور، هل فعلا يعكس هذا المؤشر بحسب المعايير التي فحصها مدى شعور مواطني الدول المختلفة بالسعادة؟ أول إشي اسمحي مرحبا وللمستمعين، أول إشي أكثر إشي أنا بهمني في الموضوع أنه دولة الإمارات أي مرتبة، لأنه عندي وزير سعادة، بعرفش قبل 3 سنين صار عندي وزير سعادة. بس عشان أجاوبك بصدق، أول إشي مفهوم السعادة، هي مفهوم، يعني مش إشي ملموس. أحكيك الاستفتاء اللي صار، أنا ما شفتوش شو الاستفتاء، الاستبيان بالضبط، ما هي الأسئلة التي طرحت. يعني أي استبيان هو منيح إذا برد على الأسئلة اللي بتنطرح، بس أنا بقدر أعمل أسئلة، أنت بتقدر تعمل أسئلة بتعريفك أنت إنه شو معنى السعادة، وتطرح الأسئلة فيما بعد، والجواب بيكون حسب الاستبيان مش حسب مفهوم السعادة كمفهوم عام. إذا أولا مفهوم السعادة مفهوم مش إشي ملموس. اثنين، مرات في خلط كتير بين اللذة والمتعة وبين السعادة، الفرق كبير بيناتهم. المتعة هي شيء عيني وحالي آني، يعني هي لحظة من اللحظات أو لحظة طويلة ممكن تكون يشعر الإنسان بالمتعة معينة بلذة معينة، وهي مش السعادة. السعادة حسب تعريفها في علم النفس هي الشعور بالإطمئنان، وحكى حدا بالشارع وهالكلمة رائعة جدا جدا، هداوة البال بشكل مستمر. إذا السعادة هي يعني كل إنسان هو مفهوم ذاتي، لما بحكي مفهوم ذاتي. إذا شفتي من خلال الربورتاج اللي عملتوه كان صعب، يعني 10 أو 5 أو 6 كل إنسان عرف السعادة بطريقته الخاصة فيها. بس إذا بتشوفي السعادة في يعني المشترك بين كل اللي حكوا أشياء اثنين،
واحد اللي السعادة بالنسبة له أشياء روحانية spiritual، والثاني كانت أسباب مادية واقتناعية، يعني قناعة أو اكتفاء، ناش خلاص متأسف، اكتفاء مادي أو اكتفاء ظروفي لشروط معينة. إذن عادة مش جديد، منذ يعني التاريخ والسعادة هي بينها قطبين، القطب المادي أو اللذة والقطب الروحاني spiritual اللي هو موجود في كل الديانات. يعني إذا تطلع شوي صغيرة السعادة بحسب الديانات الثلاثة، ديانات المونوثيزم اللي بتعرف السعادة إن مش في الأرض، يعني إذا إحنا صلاتنا وصومنا وإيماننا وإلى آخره، ليس نيل السعادة الآنية حاليا، وإنما هي وعد إلهي أن ننال السعادة جنة يعني فيما بعد. أنا التحليل الثاني إنه لا، يعني لازم أن نعيش الحالة نفسها. وأعطيك مثال هيك بسيط جدا، خلط بين عدم اتخاذ قرار إيديولوجي حتى أو شعوري، هي قصير رباعية الخيام. إذا طلع رباعيات الخيام بتشوفيها هي يا تحير بين الوصول أو الطوق إلى الوصول إلى السعادة الأرضية نسميها هيك، أو السعادة الروحانية. وحتى يعني هو عمر الخيام لقاش الطريقة. أرجع أقول لكم مرة، في نظريتين في التاريخ البشري اللي يمكن في موجودات في كل الشعوب. النظرية الأولى بتسموها هيدونيزم، معنى اللذة، يعني الإنسان بيعيش حياة بسيطة أو قصيرة ويجب أن يستغل ذلك، يتلذذ من ذلك. يعني الحياة بمعنى آخر، المعنى الحياتي للإنسان هو البحث عن اللذة. واللذة شو بنحكي عن اللذة أكثر في الفلسفة اليونانية؟ هي اللذة المادية. اثنين، النظرية الثانية بسموها بعشرة، يعني بساعدكم أقول لكم إياها، إيدومونيزم، بتقول لا إنه اللذة الآنية ما بتوصل للسعادة. الحياة ككل يجب أن تكون زي الطرح تقريبا لنيل السعادة. إذا شو اللي ترى إنه في آخر يمكن 150 سنة منذ الثورة الصناعية ومنذ ثورة الميديا كمان، طيب، إنه أصبحت تعرف، يعني أصبحت مرادفات كلمة السعادة والرفاه الاجتماعي الاقتصادي أصبح مرادفات. يعني أنا بتخيل لما شفتش الإسكيل اللي بعته عرف فيه السعادة، بتخيل هو إنه الواحد يكون عنده الظروف اللازمة، كل الأشياء اللازمة عشان يشعر بالسعادة. يعني دكتور سيارة، دكتور، من يعني من الأمور التي استند عليها هذا التقرير هو تقييم الناس لمدى شعورا بالسعادة، وأيضا يعني تم فحص جوانب اجتماعية واقتصادية. هنا أريد أن أتطرق لتدريج أو تصنيف إسرائيل. يعني هل بتقديرك أو لماذا بتقديرك يعني قفزت إسرائيل ثلاثة مراتب واحتلت المرتبة التاسعة؟ كيف يمكن التفسير ربما، يعني من أين يأتي هذا الارتفاع وتصنيف الناس أيضا للشعور بالسعادة، وأيضا فحص الجانب الاقتصادي والاجتماعي على ضوء ما يعني يمر به المواطنين هنا في البلاد من مصاعب وصعوبات وتحديات اقتصادية واجتماعية؟ السبب واضح جدا، لأنه الظاهر تعريف السعادة في كما عرفه في المجتمع الإسرائيلي، نحكي أما بنحكي عن كفلسطينيين إحنا للداخل هو، طيب، إنه عرفه حسب الحصول على الشروط المادية وشروط الرفاهية. هل هي السعادة؟ أكيد لا، يعني بلا جدال. أقول لك هيك شو أتعمق شوي صغير، اسمحي لي. طيب، أحد النظريات في علم النفس بتقول لما بكونش في نقص بكون في مشكلة كبيرة. يعني احد المشاكل تعاطي المخدرات، عشان اعطيكي مثال، مشاكل انه فيش نقص لنقص، يعني انسان عنده كل شيء، وهي معروف، يعني انت بتعرفيها في حياه ممثلين، في حياه مشهورين جدا، انه وصلوا لمرحله فيش نقص لنقص. اذا عدم النقص لنقص هو تعاسي ومش سعاده. اذا كمان مره، ظاهر تعريف السعاده هي بالرفاه الاجتماعي ونيل الحقوق ونيل الواجبات الاقتصادية والعمل والشغل وبناء بيت إلى آخره. ممكن التصنيف يكون حسب هاي، أكيد فنلندا صح، يعني بدها جدا لو دول اسكندنافية، وممكن يكون نمرة إسرائيل نمرة 9. بس إحنا إذا بتعتنا هيك نروح شوي ونعرف إنه عكس السعادة هي الضغط النفسي، مش الضغط النفسي. إذا مثلا، طيب، هاي تعريف إنه كل ما كان الإنسان مضغوط نفسيا هو مش سعيد، احنا كفلسطينيين في الداخل احنا بنكون مرتبة يمكن الاخيره في العالم. بحكي لها الا اسباب سياسيه، اسباب اقتصاديه، بحكي كمان غير للنهج الحياه، بحكي في الداخل. نعم. الداخل عندنا. نعم. هون بعرفش انا المناطق الثانيه، احنا اكثر شعب مضغوط في العالم، احنا شعب رايح على مشوار. اسمحي لي، يعني احكي دائما رايحين على مشوار، ما بعرفش وين رايحين، زي الاولاد هيبر اكتيف بالضبط، رايحين على مشوار. اذا كمان مره تعريف، هل عكس السعاده هي التعاسه؟ هل عكس السعاده الالم الدائم المزمن؟
يعني اذا من كل تعريف السعاده قلت لك من بده تعريف كونسبت مفهوم ذاتي، يعني الانسان بيعرفه، كل انسان يختلف عن انسان ثاني، فيش تعريف عام للسعاده. هسه هل هو شعور؟ بعرفش، يعني كان هو شعور، ممكن الشعور الاولي انه في كلمات في اللغه العربيه يمكن زي ما حكى هداوة البال، مبسوط، بس مبسوط بنقولها يعني لما نقول احنا بالمرات في لقاءاتنا الاجتماعيه كيف حالك، الله يسلمك، مبسوط، الله يبسطك، كلها كلمات لا تنم عن الصدق، عن المصداقيه النفسيه للشعور الاولي. انا بحكي لما الانسان بعيش بهداوة بال بقول انا هادي بالي او انا مبسوط، الكلمات البسيطه جدا جدا الاوليه هي اللي بتدل على السعاده، عدم السعاده. اذا كم مره اسرائيل في المرتبه التاسعه بتخيل، لانه تعريفها كان مبني على الظروف الاقتصاديه والرفاه الاجتماعي. شكرا لك على هذه المداخله وهذه الايضاحات عن مؤشر السعاده، دكتور زياد خطيب، اخصائي نفسي علاجي وتربوي. أشار تقرير صادر عن دائرة الإحصاء المركزية إلى ارتفاع عدد أعضاء هيئة التدريس الذين تركوا منظومة التعليم بنسبة 23% بالمقابل انخفض عدد المعلمين الجدد بنسبة 12% مقارنة بالعام الماضي. وتأتي هذه المعطيات على خلفية تحذيرات نقابة المعلمين من نقص حاد في الهيئات التدريسية في مدارس البلاد العربية منها واليهودية. قد يكون اتخاذ قرار ترك أي وظيفة أمرا صعبا، ولكن بالنسبة للمدرسين فإن الخروج من الفصل الدراسي هي فرصة لا يمكن توفيرها. يشير تقرير صادر عن المكتب المركزي للإحصاء إلى مغادرة المعلمين مقاعدهم الوظيفية، بينما انخفض في نفس الوقت عدد أعضاء هيئة التدريس الجدد بنسبة 12% مقارنة بالعام الماضي. بشكل عام في العقدين الماضيين انخفض حجم توظيف الموظفين في جميع أنحاء نظام التعليم. ارتفع عدد أعضاء هيئة التدريس الذين تركوا نظام التعليم بنسبة 23% بحسب التقرير. ويتعلق التدريس في جوهره بالعلاقات وفهم احتياجات الطلاب وتعزيز شغفهم ومعرفة ما يصبون للوصول إليه في المستقبل. أثرت تداعيات كورونا والضغوطات الجسدية والمالية والعاطفية التي لا مثيل لها وانقلاب شكل العمل على تلك الإحصائيات على مستوى البلاد، إلا أن الأرقام لن تكون واضحة لبعض الوقت. مع ذلك فإن العديد من المعلمين الذين يقولون إنهم يفكرون في المغادرة لن يفعلوا ذلك في الواقع. لا يستطيع العديد من المعلمين تحمل خسارة رواتبهم ومزاياهم، وسيقرر بعض المعلمين الأكبر سنا البقاء في مهنتهم لأنهم قريبون من المعاش التقاعدي. وعندما تسأل أي معلم عن العوامل التي تلعب الدور الأكبر في إبقائهم في مهنة التدريس، على الأرجح يشير المعلمون إلى حب الطلاب. بطبيعة الحال فإن الاهتمام بالشباب هو ما يجذب الكثيرين إلى هذه المهنة، وستبقى مزايا التقاعد وحب الموضوعات التي يتم تدريسها هما السببين الرئيسيين لاستمرار المعلمين بمهنتهم. وللحديث عن هذه المعطيات وتداعياتها على الهيئات التدريسية والطلاب ينضم إلي بروفيسور خالد أبو عصبي، مدير معهد مسار للأبحاث الاجتماعية ومحاضر للدراسات العليا التربوية في الجامعة العربية الأمريكية. مساء الخير بروفيسور خالد، أريد أن أبدأ معك بالأسباب والدوافع بروفيسور، يعني لماذا برأيك هذا الارتفاع بنسبة المعلمات والمعلمين الذين يتركون عمليا جهاز التربية والتعليم مؤخرا؟ مساء الخير. أولا علينا قراءة المعطيات بشكل دقيق. كما ورد، يعني منظمة الإحصاء المركزية تقوم بنشر هكذا تقرير كل 3 سنوات وليس كل سنة بما يتعلق في عدد المعلمين. المعطيات الدقيقة تشير إلى أمور 2: أولا مغادرة المعلمين وعدم توجه المعلمين للمهنة، ومغادرة معلمين اللي هم جدد، والأسباب كثيرة سوف أتطرق لها. كما تشير المعطيات، ولدي دراسة حديثة جدا من معهد تاوب للدراسات السياسية والسياسات الاجتماعية، تشير إلى أنه هناك ذلك انخفاض في عدد الطلاب، فلذلك يجب أخذ هذا الموضوع كمان بعين الاعتبار. نعم، الأسباب اللي تؤدي إلى عدم توجه
المعلمين الجدد أو ترك المعلمين الجدد للجهاز هي عديدة وكثيرة، ومنها موضوع أنه في عنا تقريباً 40% من المعلمين اللي هم بوظائف جزئية ونص وظيفي أو أقل من نص وظيفي، والراتب في وظيفة كاملة لمعلم مبتدئ هو 5800 شيكل، وبالمعدل الرواتب للمعلمين يعني لا يصل حتى إلى المعدل العام في الدولة. لذلك قضية الرواتب، قضية كمان تدخل الأهالي وضغوطات الأهالي، قضية بما يتعلق بالمعلمين العرب السفر الطويل لأنه ما فيش إمكانية لاستيعابهم في أماكن سكن قريبة، فبيحتاجوا إنه يسافروا مسافات طويلة جدا. والتذكير كمان إنه المعطيات هذه في تباين ما بين التعليم العربي والتعليم العبري، المشكلة موجودة بالأساس بالتعليم العبري مش موجودة بالتعليم العربي، بالعكس في نفائض بالتعليم العربي حوالي 11,000 معلم اللي هم خريجين كليات إعداد المعلمين ولم يتم استيعابهم في داخل الجهاز. بروفيسور، أيضا يعني ربما هي معطيات بشأن آخر ولكن يعني تتصل مع هذه القضية. تذكر يعني دائرة الإحصاء المركزية أيضا أنه هنالك معلمين في مساقات أو في موضوعات معينة غير ملائمين ربما لتدريس هذه المادة، بالتالي أريد أن أسألك يعني مع هذه المعطيات والأرقام التي يعني هي ليست أرقام بسيطة، كيف يؤثر كل ذلك على واقع التعليم العربي في المدارس العربية على وجه الخصوص؟ لا أعتقد أنه في مشكلة بالمدارس العربية بهذا الخصوص، يعني أنا حذر جدا، والمعطيات لا تشير إلى وجود نقص معلمين بالذات في المواضيع اللي هي فيها نقص بالمدارس العبرية زي مواضيع العلوم، مواضيع الرياضيات، مواضيع اللغة الإنجليزية. في المدارس العربية في يعني وفرة بهؤلاء أصحاب هؤلاء التخصصات اللي هم لم يتم استيعابهم، فلا أعتقد أنه التأثير راح يكون على التعليم العربي بهذا الخصوص. كما أنه علينا يعني في دراسة أخرى اللي هي جديدة وأنا شريك بها، اللي هي دراسة على ماذا يحدث مع المعلمين أصحاب الأقدمية الكبيرة يعني بسنوات الخدمة اللي هم لم يستطيعوا بعد كورونا من استيعاب التعليم اللي هو التعليم التكنولوجي، وصحيح انهم هم بقوا بالجهاز حتى لانهم قريبين على التقاعد، ولكن من جهه ثانيه في امكانيه لخروجهم من التقاعد المبكر على اعتبار، وفي توجه من هذا النوع على اعتبار انهم لم يستطيعوا انهم يندمجوا بالتعليم اللي هو التعليم التكنولوجي أو استيعاب التكنولوجيا بعملية التعليم والتدريس. نعم، طب وما هي برأيك يعني التعديلات أو الملائمات التي يجب أن يعني تقوم بها الجهات المختصة بشكل خاص، طبعا يعني وزارة التربية والتعليم، لكي يكون الحال أفضل بالنسبة يعني للمعلمين من جهة وأيضا للطلاب والسيرورة التعليمية من جهة أخرى؟ بحاجة أولا لتخطيط استراتيجي بهذا الباب، أنه قراءة المعطيات وقراءة البيانات اللي هي موجودة ومحاولة إيجاد حلول واتخاذ قرارات اللي هي قرارات استراتيجية في موضوع القوى البشرية في الجهاز، وينعكس ذلك على الكليات وكليات إعداد المعلمين وكيف وما هي شروط القبول ومن يدخل هناك ومن يتخرج وكل قضية استيعاب. يعني لا يمكن أنه إحنا نبقى بالواقع اللي هو موجود اليوم، المفروض أن يكون الحلول على مستوى الوزارة وعلى مستوى كذلك منظمات المعلمين وعلى مستوى ربما المجلس التعليم العالي بهذا الخصوص، لأنه فيه كمان علاقة بما يتعلق بالجامعات وإعداد المعلمين في الجامعات بشهادات تدريس وكذا. باعتقادي أنه في اليوم التوجه أكثر في الوزارة نحو تفهم هذه القضية وطرح هذه القضية على اعتبار أنه ممكن إيجاد حلول، وفي كمان كامبين اللي عاملينه بالاستدروت المعلمين منظمة المعلمين الابتدائية وفوق الابتدائية بالثانويات. أنا باعتقادي أنه هذا الموضوع موضوع ملح جداً بالذات بالتعليم العبري، لأنه راح يكون في إغلاق مدارس مع ابتداء السنة الدراسية القادمة،
إذا لم يتم تدارك هذا الموضوع، خاصة في مجال اللي هو مجال الرواتب والشروط العمل للمعلمين. بروفيسور خالد أبو عصبي، مدير معهد مسار للأبحاث الاجتماعية ومحاضر للدراسات العليا التربوية في الجامعة العربية الأمريكية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. أعلنت السلطات الإسرائيلية عن نيتها إنشاء مدرجا لهبوط الطيران الخفيف في منطقة الجليل الغربي، ما يؤثر على جودة حياة وصحة سكان البلدات المجاورة، ومنها كفر يسيف، أبو سنان، جديد المكر، عكا، يركا وجولس. هذا وتشارك السلطات المحلية لخمسة عشر بلدة عربية ويهودية في المنطقة بالنضال لمناهضة إقامة هذا المشروع. تقرير الزميل رازي تطور. هنا في منطقة الجليل الغربي وعلى بعد كيلومترات قليلة من قرية كفر يسيف، من المزمع تشييد مدرج هبوط جوي يشكل خطرا جسيما على حياة وصحة سكان البلدات المجاورة والإضرار بالمزارعين، والذي سيتسبب بإحداث ضجيج وتلوث لاسيما في المناطق الزراعية، ما يثير حالة من القلق الشديد ومعارضة سكان البلدات العربية في المنطقة. هذا وثمة تخوفات من مصادرة بعض الأراضي لصالح المهبط، وذلك تمهيدا لإنشاء مطار مستقبلي على حساب أراض من بلدات عربية. تخوفنا نحن في كفر يسيف وفي أبو سنان بالأساس، تخوفنا أن يتحول هذا المدرج إلى مطار، ونحن نعرف أن الدولة تبحث عن مكان لبناء مطار ثاني غير مطار الليد، وكان هناك محاولة في مرج ابن عامر، ولكن هناك أيضا السكان ومنظمات البيئة قضوا على هذه المحاولة، هناك يريدون أن يحاولوا عندنا هنا في سهل أبو سنان وفي سهل كفر يسيف، ولكن نحن يعني لا ينقصنا مثل هذه المشاريع الضارة بالبيئة المزعجة التي تشكل خطرا على مواطنينا، خاصة في كفر يسيف وأبو سنان، حيث من المقرر أن تحوم الطائرات قبل هبوطها وبعد إقلاعها في سماء أبو سنان وفي سماء كفر يسيف. تحاول السلطات المحلية في البلدات العربية بمنطقة الجليل الغربي صد المخطط، معلنة عن خوض تصعيدات في حال الشروع بتنفيذه، وأكدوا أنهم لن يسمحوا برؤية الطائرات تحلق من فوق رؤوسهم وبلداتهم. هناك بدها تصير الطائرات تهدي وتطير وتلف على البلاد هون تتنزل، أو لما تطلع كمان نفس الإشي. لأجل هيك احنا بنمانع وبدناش، وفيش حاجة لمطار. إذا بدنا يكملوا فيه راح نتوجه للقضاء ولكل إشي، هذا المطار ممنوع يكون. راح نروح نوقف هناك نعمل مظاهرات ونتصل مع كل الناس اللي هي إلها تأثير على هذا الإشي، طبعا مع مظاهرة كبيرة كثير. يعني هذا المطار مش راح يكون. تحاصر البلدات العربية في منطقة الجليل الغربي بمشاريع تحد من إمكانية توسعها وتمددها العمراني، منها مخطط شارع 6 عابر إسرائيل، وآخرها منصة هبوط الطائرات، إذ لا تتوقف المؤسسة الإسرائيلية عن حصار البلدات العربية قاطبة بمختلف مشاريعها، والتي إن تعددت يبقى هدفها واحد، ضمان أكبر عدد من السكان العرب على أقل مساحة ممكنة من الأراضي. وإلى أبرز ما تم تداوله وتناقله عبر شبكات التواصل الاجتماعي من قبل الرواد والنشطاء. نبدأ مع هذا الخبر الذي حاز على اهتمام الرواد في مختلف المنصات، حيث أقدم نشطاء فلسطينيون وبريطانيون متضامنون مع القضية الفلسطينية، أقدموا على تغيير اسم الشارع الذي تقع فيه السفارة الإسرائيلية في لندن ليصبح شارع الفصل العنصري، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري. أشرف على هذه الفعالية التي هدفت لإيصال رسالة واضحة للعالم أجمع، والتي تضمنت عروض دبكة بعد تغيير الاسم، نشطاء من منظمة العفو الدولية ومجموعة بال آرت، إذ علقوا لافتة كتب عليها شارع الفصل العنصري وممنوع دخول الفلسطينيين، في حين ارتدى هؤلاء قمصاناً كتب عليها أيضاً أنه الفصل العنصري الإسرائيلي.
الصحفي محمد عياش غرد عبر تويتر مرفقا هذه الصورة التي نراها على الشاشة والتي يظهر فيها الشبان الفلسطينيون والنشطاء وهم يدبكون، وكتب: نشطاء يطلقون على الشارع الذي يضم السفارة الإسرائيلية في لندن شارع الفصل العنصري. خالد عقب على هذا المنشور وكتب: هؤلاء النشطاء لهم كل الشكر والتقدير بالتأكيد، لكن هذا الجيل المتعلم لا يعلم أن بلدهم هو من زرع هذا الكيان الهزيل في بلادنا. الباحث والكاتب الصحفي مجدي أحمد حسين نشر مقالاً عن هذه الفعالية مشيراً فيه إلى أن منظمة العفو الدولية التي أصدرت قبل عدة أسابيع تقريراً تدين فيه الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مؤكدة أن ما يحدث لا يمكن إلا أن يصنف على أنه جرائم فصل عنصري. منظمة العفو الدولية أيضاً نشرت في أعقاب هذا النشاط تغريدة عبر الحساب الرسمي لها على تويتر، جاء فيها: الأنظمة العنصرية مثل الفصل العنصري ليست من آثار الماضي، ولكنها حقيقة لملايين الفلسطينيين. وأضافت المنظمة بحسب ما جاء في هذا المقال: بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، انضممنا إلى نشطاء فلسطينيين يرقصون بتحد خارج السفارة الإسرائيلية. من هذا الموضوع إلى الذكرى الرابعة لوفاة الفنانة الفلسطينية ريم بنا. هذه الذكرى التي كانت كفيلة بأن تتصدر صور ومقاطع الفنانة الراحلة ريم بنا مختلف المنصات الاجتماعية. شوقي فارس نشر فيديو من مراحل حياة ريم بنا عبر فيسبوك وكتب: كنت أنتظرها ككل صباح كي ترسل لنا صباحاتها من فلسطين الحبيبة، كي تعطينا أملاً جديداً بالتحدي والصمود والحياة. ريم بنا الأخت والصديقة والفنانة المناضلة التي تحدت الاحتلال وحاربت المرض إلى آخر نفس برغم وجعها وتعبها، ولكنها كانت دائماً رمزاً للأمل والحياة. لم ولن ننساك يا ريم، لروحك ولذكراك ألف تحية. لنتابع مقتطف من هذا الفيديو الذي أرفقه فارس. يا جذر جذري إنني سأعود حتماً، فانتظرني انتظرني في شقوق الصخر والأشواك، في نوارة الزيتون، في لون الفراش. من بعدك لا شيء يهم، من بعدك لا شيء يهم، ضوء القمر هدوء. بشار حمدان غرد عبر تويتر أيضا وكتب: ريم الساكنة في قلوبنا، قمر لا يغيب عن سماء فلسطين، بيطل على المخيمات والبلاد وبغني كل ليلة لمشعل وظريف الطول ولسارة وجفرة وفارس وكرمل الروح. ريم بنا كانت ولا تزال أجمل أغاني الحب عن فلسطين. أما بشار الحسن فكتب في مثل هذا اليوم وقبل 4 أعوام: ذهبت ريم بنا أيقونة فلسطين وغزالة مرج ابن عامر بنت الناصرة وفلسطين، لروحك السلام وطير يا هوى وسلم على الأحباب. ومن المقاطع التي تم تداولها أيضا بشكل كبير في هذه الذكرى هذا المقطع من أغنية يا طالعين على الجبل مرفقا بصور القدس الشريف. لنتابع. طالعين عين الجبل يا مول الموقدين النار بين الليل يا من يا من عين للهنا يا روح يا طالعين عين للجبل يا مول الموقدين النار بين الليل يا من يا من عين للهنا يا روح ما بدي منك للكم خلعة ولا لا لا بدي ملبوس بين الليل يا من يا من عين للهنا يا روح. وبهذا نكون قد وصلنا لختام بانوراما لهذا اليوم، وهذه تحياتي لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.